جوازي ما رح تصير لو بدها تضطر بقى السماء على الأرض. أنت ما بتحبني ما هيك؟ اليوم لما شفت ياسما حسيت حالي إنه لساتني بحبها. شو؟ لك شو مجنون أنت؟ فارس جن. لما عرفت إنه ياسما رح تتجوز أنت جنيت وكرهتني. مين بده يحتفل فيه؟ وياسما. أنا مش رايحة على عرسي بابا. أنا من الأول كنت لتسلي وتضيع وقت. لك يا ابني ليش عملت هيك؟ هي اللي لازم تترجاك لحتى تقبل فيها. الجزء الثاني من ما فيه. ياسما ضحية. معقولة تكوني غشيمة هالقد؟ ما بتفهم اللي بينقلي؟ يومياً بعد الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.